حياته كلها مزدهرة وكلها مسائل إيجابية بالنسبة للاعبين قدماء اللاعبين ديال الوداد، واللي عطاهم الكثير، واللي ما كانش كيبخل بالنصائح ديالو، واللي كان دائما البيت ديالو مفتوح أمام جميع اللاعبين. أي مشكل كتمشي عنده، أي مشكل ديال أحد الأصدقاء ديالك، كتطرق الباب ديالو في الوحدة ولا جوج ديال الليل، كيلبي الرغبة ديالك وما كيبخلش عليك يعني بالعون. وكان كيفرح الفرح ديالنا، وكان كيحزن الحزن ديالنا، واللي كان دائما كيعطينا النصائح في أي مقابلة غادي نلعبوها. كان قبل المقابلة كيبارك مع اللاعبين وكيورينا نقاط القوة ونقاط الضعف ديال فريق الخصم. ومن بين من بين من بين المسائل اللي كانت يعني كيمتاز بها هي الأولوية للوداد قبل من العائلة ديالو. يعني كان سي بوكر جدايم المصالح ديال الوداد وديال اللاعبين قبل من المصالح ديال اللاعبين، لدرجة واحد النهار الزوجة ديالو كنا في البيت ديالو، حنا كنا مؤخرا أي مقابلة ديال الوداد كنا كنكونوا في البيت ديالو، عبد الربي السي عبد الرحيم صابي رئيس جمعية قدماء اللاعبين، السي العلوي أحمد الناجح الملقب بالعلوي. واحد النهار السيدة ديالو جات عندنا وقالت لنا راه سي بوبكر ملي كان كيسير في الوداد راه كان عيا ما كنطلب منه شي حاجة، ولكن اللي طلبوها اللعابة هي اللي كتلبى الأولى، كيبقى عليا اليوم غدا. واحد النهار قررت على أن جيت عنده، قلت لي سي بوبكر أنا اليوم جيت عندك ماشي الزوجة ديالك، أنا جيت عندك باعني اليوم لعاب، غتقضي لي هذا الغرض وهذا الغرض. يعني كان دائما مصلحة الوداد ومصلحته، وكان حريص على الوداد. يا ويل شي واحد يقول كلمة يعني خارجة الطريق على الوداد، كان الروح ديالو والحب حتى النخاع للوداد. الله يرحمه، ونتمنوا ليه الرحمة، والله يغفر ليه ويوسع عليه في هذا النهار بإذن الله.